أستاذ نصران بيقول لي أمثال 16:4 لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت. أستاذ نصراني ما بيقولش لحضرتك حاجة، اللي بيقول كده الكتاب المقدس. لا تجاوب الجاهل، في حين على فكرة العدد الخامس اللي بعده بيقول جاوب الجاهل حسب حماقته. أكيد مش مقصود بالضحكة دي سخرية، لأن حضرتك بتعلم في كل مكان إنك بتجاوب دايما بكل أدب واحترام. تخيل نصين ورا بعض فيهم تناقض واضح، بيقولك لا تجاوب الجاهل حسب حماقته وجاوب الجاهل حسب حماقته، الاتنين ورا بعض. انت بتنقل النص وانت حتى مش عارف هو بيقول ايه. صدقني هو عارف، وحضرتك كان ممكن تعرف زيه لو ما كنتش بتجتزئ النص وتاخد جزء وتسيب بقيته، لأن بقيته موضحة كل حاجة. سبحان الله، ده حجة عليك والله يوم القيامة، ان الكتاب فيه تحريف ظاهر واضح وفيه تناقضات ظاهرة واضحة، ومع ذلك انتوا متكبرين ان انتوا تتقبلوا ده. لا تحريف ولا تناقض، صدقني التحريف والتناقض في دماغ البعض مش في النص. اقرأ المكتوب للآخر وانت تفهم الفرق. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته في العدد 4، العدد اللي بعده مباشرة العدد 5 بيقول جاوب الجاهل حسب حماقته. طب ما تخلينا أكثر أمانة ونكمل بدل من نقص حتة. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته في العدد 4. كمل من فضلك لألا تعدله أنت. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت. دي القاعدة العامة، ما تجاوبهوش لأنه جاهل، عشان ما تبقاش جاهل زيه، ما تتصرفش بجهل زيه. دي القاعدة العامة. العدد اللي بعده مباشرة العدد 5 بيقول جاوب الجاهل حسب حماقته. برضو كمل من فضلك. لألا يكون حكيما في عيني نفسه. جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. يعني لو شعرت ان عدم ردك هيخليه يحس انه حكيم وعاقل وصح في عينين نفسه، وان هو اللي صح، في الحالة دي رد وفهمه. ده الاستثناء من القاعدة اللي فاتت. ده الاستثناء، لو عدم الرد هيخليه يفتكر نفسه حكيم وصح، جاوبه عشان ما يفتكرش نفسه حكيم وصح. ليه كررت مرتين؟ لان ده سفر شعري، اسلوب في الشعر، ده سفر الامثال، زي ما حضرتك بتكرر القافية في الشعر العربي مثلا، في الشعر العبري كده، طريقة في عرض الامثال. مفيش تناقض يا فندم الا اللي بيدور عليه وبيقص عشان هو عايز يقص. الفرق بين الحفيظ والفهيم ان الحفيظ بياخد حتة كده وزي ما هي يحفظها، لكن الفهيم ياخد كله على بعضه وبيفهم الموضوع. بيقول الكتاب المقدس كمان، الاول في دعواه محق فيأتي رفيقه ويفحصه. الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. فالعقل يحفظك والفهم ينصرك.